ويلعب عرضية عند هشام شعبان لسه في الملعب. هشام يلم هشام، يلا هشام مين قرب له؟ صبحي وهشام. هشام عدى مر فات، ركلة حرة لصالح النادي الأهلي، ركلة حرة، وادي انذار للاعب نادي الزمالك، ادي انذار وركلة حرة لصالح. بنلعب في لقاء تاني، بنلعب في لقاء تاني، وادي صلاح أوتاكا، وادي لعيب نادي الزمالك، وادي